السلام البنات، مرحبا بكم في لاشين ديالي. اليوم غادي نقدم لكم كبايله على شكل ديال لوكوس. غنحتاجو فيها 3 كيلو ديال الكبايله، ها هي منقيه. عندنا كاس ديال الخل، وغنحتاجو فيها 3 الكيسان ديال الزيت البلديه. غنحتاجو فيها كاس ديال الماء. عندنا 6 الاوراق ديال سيدنا موسى، وعندنا 7 ديال الفلفلات حارين صغيورين. عندنا معلقه صغيره ديال القرنفل. صافي، تقريبا هادشي اللي غادي نحتاجو. دابا غندوزو طريقه ديال التحضير. غادي نديرو القرنفل، قلنا معلقه صغيره ديال القرنفل. عندنا تقريبا 3 المعالق كبار ديال الملحه، نعبرتهم بيديه. غادي نديرو الحار، تقريبا معلقه صغيره ديال الحار. تبقاو على حسب الذوق. غادي نحتاجو تقريبا 7 ديال المديودات صغيورين ديال الفلفله حاره. وغادي نحتاجو تقريبا 6 الاوراق ديال ورقه سيدنا موسى. غادي نزيدو عليهم الخل، قلنا كاس لارو ديال العنبه ديال الخل. غادي نحتاجو كاس ديال الماء، اولا كاس لارو ديال الماء ديال العنبه. نفس الكاس غادي نعبرو به الزيت البلديه. غنحتاجو 3 الكيسان ديال الزيت البلديه. الزيت البلديه اللي كتحتفظ لنا بالحوت ملي كنديروه في الثلاجه، كيحتفظ لنا بالحوت بحال البواط ديال الزبده اللي كنشريوها، اولا ديال الاسقامريه، اولا كبايله، اولا الطون، كلهم تيكونوا معلبين في الزيت هو اللي كيحافظ عليهم. صافي، غنديروه دابا في الكوكوط يتسدو عليه يطيب تقريبا شي ساعه هكاك. من بعد غادي نحلو عليه وغنشوفوه. ها هو الحوت ديالنا من بعد ما طاب، يعني تقريبا خدا لنا شي ساعه ديال الوقت، وقف في الزيت يعني شف من الماء. غادي نوريكم كيفاش كيجي الطبق ديال التقديم. من بعد انا غادي نديرو في واحد الطاسه، نخليه حتى يبرد مزيان، وعاد غنديرو في الطاسه وغنديرو في الثلاجه. كيبقى لنا تقريبا شهر الماكسيموم، تيبقى شهر كتستعملوه، يعني ما تيخسرش حيت فيه الزيت البلديه والخل والقرنفل، كلهم تيعقموا لنا الحوت ديالنا. ها هو الطبق ديالنا ديال اليوم، هو الطبق ديالنا ديال اليوم كيجي بحال هكا. ممكن نديروه في سلطه، ممكن نعمرو به بريوات، نعمرو به مسمنات، نعمرو به شحال من حاجه، يعني كيصلح لاي حاجه. غير جربوا الطريقه هذه غتعجبكم ان شاء الله، وبالصحه والراحه.